السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا راني جيتكم بالكنافة اللي تجيب الفرماج تركية. بسم الله نبداو، ان شاء الله تكونوا كاع ملاح، وان شاء الله رمضان يجوز بالصحة ولهنا اللي يلاقي كاع أمتي محمد صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله اللي يلاقينا بالصحة ولهنا. هنا نبداو بكاس السكر بالسيرو، ولا سيرو نديرو كاس سكر، زوج كيسان ماء، نديرو 3 طرونش صغار تاع دو زاس تاع القارص لي طرونش. هنا حندير معاكم الطايب تاع كنافة، يجو رقاق. نقطعوهم مزيان هكا صغار، ومن بعد نزيد نجوزها في الغوبو. دوك هكذا ونزيد لها في الغوبو باش تتحل مليح، تتقطع مليح رقيق. فوالا هكذا، ودوك نولي لكم. هاي ليك هنا، شوفوا شوفوا كيفاش جوزتها في الغوبو، شكاش ولات رقيقة. شوف هنا دوك نديرو نبلوها كاع في اليدان. انا درت سمن، شربوها مزيان. هي كي تشرب هكذا تجي خير وخير. هنا دوكا نخلوها هكذا لطون تشرب كاع ليدام هداك، ونولي معاكم في لاكخيم. بوغ لا كخيم نسحقو كاس حليب، مغرفة تاع الماكلة تاع المايزينا، وزوج مغارف سكر. فوالا نخلطو كامل مليح. هاني نولي ليكم، هاي ديك لاكخيم بعد ما طابت. هاي لي تشوفو، شوفو كيفاه جات. ودوك نديرو لها لا موتزاريلا، نديرو لها شوية تاع لا موتزاريلا. شوفوا كيفاش تجي، شوف هنا دوك نحضر معاكم الكنافة. هاوليك لو مول بعد ما وسيتو الاخر ويبسم معاه.
هنا دوك نحضر معاكم الكنافة. هنا هاي اللي كيتشمخت شربت بيان، هنا درت انا خيرت هاد المول باسكو المول هذاك تاع الكنافة ما عنديش، راح نشريه اليوم والله رسبتهم طارو كاع به بيهم. انا غنديرو في هذا، كان عندي بكري واحد هادو نجيب كاس نعملك نعبسو هاكا. هنا دوك نزيد لها دي طرونش. هادي لا موتزاريلا نزيدو لها هكدا دي طرونش. فوالا دوك نزيدو لها الكنافة من الفوق. لبست هنا باش ليدام هداك توسى فيها، نديرو هكدا بلا عقل برك. هاي ليك دوك نديرها على 180 درجة. نديرها في الفوغ و دخلها هكدا شوية ليدام و كي طيب راني نولي ليكم. هاي ليك الكنافة بعد ما وجدت، هاي ليك شوفوها و دوك نشربوها بالسيرو لي درناه. راني نحيدلو القارص، شوف نخليها هنا تشرب شويه ومن بعد نقلبها معاكم. هاي ليك جات ما شاء الله، جات على سيله ودوك نولي ليكم. هاوليك هنا دوك نقلبها هنا معاكم بسم الله.
ستايلك هنا بعد ما زينتها بالكاوكو فو بيستاش. هنا حبيت نوضح لكم بك حاجه، كي تروحوا تقطعوها ما تلحقوش الموس حتى للتحت، باسكو هنا رانا كي نقطعوها هكذا لهذيك لا موتزاريلا راهي تقطعت. شافي كي تطلعيها هكذا ما تجيش معلكه، شتي هاني قطعتها، شوفي ما جاتنيش معلكه، شوف وين ما قطعتهاش جات كي شغل سلوكه، شتي. دونك صافي تواسوها برك، تطراسيوها من الفوق برك، ومن بعد ترفدوها تجي كيع معلكه. مي البنه والاخر جات ما شاء الله، وسمحوا لي انا قطعتها حتى لو فون سيت كامل، من باش نعاود خلاص فاتني المونتاج. مي جات جربوها وان شاء الله تعجبكم، جات فريمون بنينه بنينه روعه، وبارك الله فيكم.